السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الريش الضاني، وهنعمل مع بعض كفتة الحاتي. بس هناخد كل حاجة حاجة لوحدها كده. هناخد الاول الريش ونتبلها مع بعض، وبعد كده هنشتغل في الكفتة. اول حاجة ان شاء الله، بس انا مش هقول لكم مقادير حاجة، انا معايا هنا ريش ضاني. بس انا هقول لكم عشان التتبيله بتاعتها. بس انا معايا طماطم هنا للتتبيله، تمام، ومعايا بصل، ومعايا عسل ابيض معلقه، ومعايا روزماري، ومعايا زعتر، ومعايا فلفل اسود، ومعايا ملح، ومعايا نص كوبايه خل، ومعايا او ربع كوبايه خل يعني، وعندي هنا نص كوبايه زيت، وعندي عصير ليمون اهو. دول 3 ليمونات، تمام، ودول برضو 3 طماطمات. احنا هنضرب التتبيله الحلوه ديت. بس الاول هناخد البصل ونفرمه كويس في الكبه، وهعصر ميته جدا، مش عايزاه يبقى فيه ميه، يعني عايزه البصلايه تبقى مفرومه خالص، ما فيهاش ميه خالص، عشان انا عايزه الميه بتاعتها. انا بصفيه من ده كله، من اي عصاره فيه، عشان عايزه الميه بتاعته. والطماطم هعمل فيها نفس النظام. الاول هاخد البصل وهضربه في الكبه. تعال نشوف هنعمل مع بعض ايه. بصوا كده، دول 3 بصلات متوسطين انا هفرمهم، عشان انا عندي هنا 2 ريش تقريبا. فانت كل ما هيبقى عندك الكمية اكتر، كل ما هتضاعف الكمية بتاعتك، تمام. انا هحط دي كده وهفرمها كويس. شايفين البصل بتاعي بقى مفروم عامل ازاي؟ انا هصفيه كويس قوي من المية بتاعته، عشان انا عايزة المية، محتاجاها ضروري. بصوا شايفين يا جماعة، انا بصفيها اهو، بصفيها كويس اهو، وهضغط فيها برضو بالمعلقة عشان تصفى المية دي كلها، عشان انا محتاجة المية دي. هكمل البصل بتاعي، هصفيه خالص وهضرب الطماطم. بصوا يا جماعة، بصوا المية بعد ما صفيتها من البصل، شايفين عاملة ازاي؟ شايفين البصل بقى عامل ازاي اصلا؟ البصل دوت انا مش هرميه، انا هستخدمه للكفتة اللي هعملها دلوقتي. وهاخد المية دي كده، وهاخد الطماطم هضربها بنفس الطريقة كده، وهصفيها زي المية دي بالظبط عشان احطهم على بعض. بص، حطيتها في نفس الكبة كده، هضربها وهصفيها زي ما صفيت البصل بنفس الطريقة. بصوا بتستفى بنفس الطريقة كده زي ما عملنا في البصل. بصوا بقى، انا كده المية بتاعتي جهزت اهي، وصلصة الطماطم انا هاخدهم احطهم على بعض كده، وهنزل عندي بالملح بتاعي والفلفل بتاعي، وهنزل عندي بالزيت، وهنزل عندي بالخل، وهنزل عندي بالليمون وبالعسل، معلقة العسل بتاعتي بس كده. واخر حاجة بقى هنزل بالروزماري، الروزماري بتاعي والزعتر، وهقلبهم كويس جدا. المهم ما يكونش فيه اي شوائب من الصلصة اللي انا صفيتها دي، ومن مية البصل، عشان بس ما تحرقش اللحمة بتاعتي. قلبها كويس كده. انا كده بقى التتبيلة بتاعتي جاهزة اهي، واللحمة الريش بتاعتي اهي. بصوا عاملة ازاي. بصوا الريش الضاني دي يا جماعه من الحاجات اللي بتطيب بسرعه، بتستوي بسرعه جدا على الفحم، سواء حطيتيها على الفحم او حطيتيها على النار في الفرن. بسم الله، شايفين انا بعمل ايه؟ باخد كده وبحط من التتبيله كده بنفس الطريقه كده، بوزعها عليها. شايفين انا مغطيها بيها ازاي؟ هي دي التتبيله بتاعتي اللي هتسوي لي اللحمه عندي بس كده. الروز ماري ده جبار يا جماعه، بيخلي ريحه الاكل حلوه قوي. اي شوي عندك حطي عليه، شايفين ازاي؟ بس كده هغطيها بقى بستريتش راب، وادخلها في التلاجة ساعه كده ساعتين براحتي خالص. وقت ما هعملها هطلعها واحطها على الشوايه. يلا بقى نشوف هنعمل. بصوا بقى، عندي بقى ايه مقادير اللحمه اللي هي كفته الحاتي. انا عندي هنا كيلو من اللحمه، ولازم يكون عليه نسبه دهن اهو زي ما انتم شايفين.
وديت ربع كيلو من الدوش، لازم لكل كيلو لحمه ربع ليا مفرومه او دوش. ديت لحمه من الدوش، انا قايله له يقطع لي ربع وقطع لي ربع وفرمها لي بالطريقه دي كده. واللحمه بتاعتي لازم تكون مفرومه مرتين، قولي للجزار يفرمها مرتين، يعني دي كده كيلو لحمه على ربع ليا او ربع من الدوش. ومعايا البصل اللي انا فرمته اهو، ودي ميه البصل مش هستخدمها دلوقتي خالص. انا عندي البصل دول، عندي بصلتين على الكيلو اللحمه تمام. وعندي هنا ربع كوبايه برغل مغسول، انا مش نقعي، انا غسلاه بس ومصفياه كويس جدا زي ما انتم شايفين اهو، ربع كوبايه. وعندي هنا رشه جوز الطيب، دي اختياري مش كبيره يا جماعه، بس هي بتدي طعم حلو قوي في الاكل. معايا هنا معلقه بيكنج باودر، ومعايا هنا نص معلقه صغيره سكر، ومعايا معلقه كبيره فلفل، ومعلقه كبيره من الملح. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هناخد البصل بتاعنا ده انا مصفياه كويس وهنزله كده. بعد ما نزلت بالبصل بتاعي هنزل عندي هنا اهو البرغل، انا هجيب بس حاجه واسعه شويه. وعندي هنا الفلفل الاسمر والملح، وعندي معلقه السكر، وعندي هنا جوزه الطيب ايه رشه بس كده، ورشه من البيكنج باودر معلقه. وهعجن كل ده عجين في بعض، بس هجيب حاجه واسعه كده واحط فيها الخليط ده. بص بقى انا فضيت الخليط بتاعي هنا كله اهو، وهعجن كاني بعجن عجين عادي كده اهو، شايفين ازاي، لحد ما كل ده يمسك في بعضه كده. البرغل عندي هو اللي هيخلي اللحمه بتاعتي تمسك، وحته الدوش اللي انا حطيتها ديت او اللي هي برضو اللي هتخلي عندي اللحمه تمسك في بعضها ومش هتخليها تفك مني ان شاء الله. في كذا طريقه برضو للحمه عشان ما تفكش منك ان شاء الله، برضو هنعملهم مع بعض. بصوا هنا لازم مده العجن بتاعتي ما تقلش عن 10 دقائق بالطريقه دي كده. بصوا هنا البرغل مش باين، بصوا الانسجه بدات تبان ازاي، شايفين الانسجه اللي في اللحمه. كل ما الخيوط دي بتبان كل ما انت كده العجن بتاعك صح فيها. والبيكنج باودر اللي انا حطيته هنا دوت عشان يخلي الكفته بتاعتي هشه مش مكتومه. بصوا كده بقى هي اتعجنت معايا كويس جدا، شايفين الانسجه بتاعتها عامله ازاي. بصوا انا هسيبها في الثلاجه عندي ساعه او ساعتين، وبعد كده هرجع اصبحها، والميه دي هحط عليها زيت عشان اصبحها بيها. هغطيها دلوقتي بكيسه عندي كده وهدخلها عندي في الثلاجه. احنا كده حطينا الريش اهي على النار اهي بعد ما ولعنا الفحم. عندنا الشواية هنحطها على بتاع دي اسمها ايه، على شبكة زي دي كده، وهندخلها تحتها صينية وهندخلها الفرن عندنا، وبعد كده نديها وش على الشواية بتاعت الفرن. بصوا وحطوا فلفل بقى وحطوا طماطم وحطوا بصل اهو. النار الحمد لله صح؟ حطينا الكفته اهي برده. ايه رايكم بقى في الكفته الحلوه دي؟ شايفين عامله ازاي؟ ايه رايكم؟ بصوا بقى ايه رايكم بقى في اللحمه، شايفين عامله ازاي؟ يلا بقى جربوها وقولوا رايكم في كومنت، وجربوا الخلطه الحلوه ديت. ما تنسوش تدعمونا، لو عجبكم الفيديو لايك وشير للفيديو وسبسكرايب عشان يوصل مني كل جديد. ما تنسوش تدعموا اي ليرن تدعموني. يلا استودعكم الله، يلا بقى عشان رايحين ناكل. السلام عليكم.